تمام. فانت تقدر لو انت عايز تكتب اي حاجه بالعربي ما بيعملش مشاكل، الاوتوكاد ساعات بيحصل فيه مشاكل، هنا لا ما بتحصلش مشاكل. طيب لو قلت له اعمل لي الروم، في زرار هنا اسمه تاج اون بليسمنت، يعني كل ما ابدا احط في غرفه يحط لي اسم الغرفه معاه، وده الاختيار ده موجود، الاختيار ده موجود حتى مثلا لو انت بترسم وول، يقول لك وانت بترسم الوول ممكن تحط التاج معاه، وانت بترسم الباب، يعني وانت بترسم الباب دور بتقول له تاج اون بليسمنت، يبدا لما يحط الباب يبدا يحط لك التاج بتاعه. التاج ده ممكن تشده كده شويه اللي هو اسم الروم، ونقدر نغير فيه بعد كده، يعني ممكن الروم التاج ده يبقى فيه ارتفاع الباب وعرضه وكل حاجه، وممكن تقول له زيرولي فيرتيكال او هوريزونتال، ده التاج. ليدر بيبدا يعمل لي خط بالشكل دوت، ونقدر نتحكم فيه، ممكن نقول له اتاش اند او فري. فري يعني يبقى حر ان انت تشاور على اي مكان، بس طبعا هتعمل لخبطه كتيره، فالافضل تخليها اتاش انت، الا لو انت مهتم بالشكل مثلا او حاجه زي كده، ممكن تحركه بالشكل دوت فتعمل تاك. طيب عندي هنا الروم. طب انا لو انا عندي مثلا غرفه زي دي وانا عايز اقسمها حتتين، يعني عندي الريسبشن دي المفروض هيبقى فيها اتنين روم بس مش حيطه، يعني هي ما فيش حيطه هتتحط، ممكن استخدم الامر الثاني اللي هو ريم سيبريتور، ان انا هاجي هنا واقول له اقسم لي الغرفه دي حتتين، تمام، فبيعتبر واحده فيهم روم والتانية مش هعتبرها روم. اهي شايف دي؟ اعتبر دي روم، وهنا مفيش روم. لو انا جيت له هنا وقلت له روم وقلت له بليس روم اوتوماتيك، فبدأ يجيب لي كله يقول لي ان الغرفة دي مش روم، فابدأ احط الروم دي هنا، تمام. يبقى انا ممكن عندي لو المساحة واسعة زي مثلا المكان دوت اقول له روم سبريتور وابدأ اقسمها لنصين، فبدأ يعمل لي ان دي روم تقدر تحركها بالشكل دوت، وهنتحكم فيها اكتر دلوقتي لما نطبق. طيب عندي روم سيبريتور. طيب هو ايه اللي خلاه يعتبر ان دي غرفه ودي غرفه؟ ايه اللي خلاه يعتبر ان دي غرفه ودي غرفه؟ ان في هنا حيطه في النص، تمام. يعني انا لما برسم حيطه بالشكل دوت وقسمتها نصين، ايه اللي مخليه يعتبر ان دي روم ودي روم؟ ان في حيطه هنا في النص. طب انا ممكن اعلم على الحيطه ديت واشيل علامه اسمها روم باوندرينج. روم باوندرينج يعني ان دي بتقسم الحوض الغرفه، او ان دي هتقسم هتاخد من مساحه الغرفه. لو شلتها هيقول لك خلي بالك انت كان عندك تو روم بقى روم واحده، هتقول له ايه اوكي او ديليت روم، خلاص هو هيعتبرهم كلهم روم واحده، تمام. والروم الثانيه المفروض ايه تتلغي، او ممكن تقول له انت ديليت روم فيلغي الغرفه دي. طيب نعيد تاني وبعد كده نطبق. انا عندي هنا عامل تراجع هو على الحاجات اللي انا عملتها كلها، ونعملها تاني ونطبق وان شاء الله الموضوع يبقى سهل. انا عندي هنا الروم بيبدا يحط لي معلومات عن الغرفه، دي هتفيدني ان انا ممكن اطلع جدول كل غرفه مساحتها كام وموجود انهي دور وكل الاكيوبمنت اللي موجود فيها وكل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها وينظم لي الشغل بتاعي. فانا ممكن اقول له روم وابدا اقول له لو في اي مكان مش موجود في الغرف ابدا احط، وتاج اون بليسمنت بيبدا يحط لي اسم التاج دوت، تمام. في حاجه اسمها هايلايت باوندنج بيبدا يعمل لي الحدود الفاصله بيديها لون كده مؤقتا. طيب نيجي بقى على الروم سبريتور. لو انا عندي غرفه كبيره وعايز اقسمها بتبدا تقول له قسم لي ديت، فهو بيعمل لي خط رفيع كده اقدر اخفيه في اي لحظه، هتلاقي ان الغرفه ما بقتش كلها، بقت نص ونص تاني فاضي. النص الفاضي دوت اقدر اقول له روم وابدا احط الروم هنا. طيب لو انا عايز الغي الاثنين روم دول، عايز اخليهم روم واحد بس، او يعني الحته دي مثلا عباره عن فاصل ضعيف خالص ما يحسبش، بشيل العلامه اللي اسمها روم باوندنج، وممكن اقول له ديليت روم، خلاص هو هيعتبرها غرفه روم واحده، هيلغي دي ويخلي واحده بس هي اللي موجوده، بقت دي كلها غرفه واحده، اعتبر ان الحته دي مش موجوده، تمام. طيب نطبق وبعد كده نكمل. نعم.
يا الله كمل.
بعد ما نمشي كمان الأمر ده أنا عايز أخطو جدا فيه. طب هذا طيب هنبدأ نركز معايا على الزوم. طيب لو القائمتين دول اختفوا اللي هم بروجكت براوزر والبروبرتيز، الاثنين دول اختفوا انا مش لاقيهم، القائمتين اختفوا لان ممكن تختفي في اي لحظه. هروح لقائمه فيو واروح قايل اليوزر انترفيس واقول له اظهر لي البروبرتيز واقول له اظهر لي البروجكت براوزر. تمام. طيب لما ظهروا في بعض الناس ممكن يلاقي ان هو موجود هنا، انت لو دوست على الجزء اللي فوق ده وتسحب هيتسحب معاك. تمام اهو، ممكن اجيبهم هنا يمين او شمال او فوق او تحت. ممكن اسحب هنا واروح جايبهم ايه هنا واحطهم الاثنين، تبقى في واحده فوق وواحده تحت. تمام. او اخليهم زي كده حسب ما تحب، في ناس تحب ان هو يخلي الاثنين جنب بعض، لو انا سحبت كده هيتفرقوا. ممكن اسحبهم واقول له لا ده انا عايزهم دي جنب دي او دي فوق دي، او لو الشاشه عندك كبيره ممكن تخلي واحده يمين واحده شمال، مش فارقه يعني حسب ما انت عايز. دي مجرد نوافذ ممكن تخفيهم وتظهرهم، ممكن اجيبهم كده لو عايز اظهرهم. الفيو يعني رؤيه، يعني انا عايز اشوف حاجه او ما اشوفهاش. يوزر انترفيس، بروجكت براوزر، وبروبرتيس، واقدر اسحب واحده فيهم. تمام. اول ما بقرب بيقول لي انت عايز تخليهم مقسومين ولا واحده فوق واحده تحت ولا الاثنين مع بعض زي ما انت عايز. طيب لو انا عايز اعمل سيلكت على الحيطه كلها، الحوائط كلها، انا عايز اعمل سيلكت على كل الحوائط اللي في المشروع، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل سيلكت كده. كده انا عملت سيلكت على المشروع كله، كل حاجه. طيب انا عايز الوول بس، هلاقي عندي حاجه هنا اسمها فلتر. هدوس فلتر، فلتر معناه ان انا اصفي، وادوس تشيك نان، وابدا اعمل شيك على اللي انا عايزه على الوول مثلا. كده يبقى انا عملت سيلكت على الوول بس. تمام. فاقدر اغير خصائص الوول، اقول له خلي الوول دي مثلا للدور رقم كذا. تمام. يعني اقدر اعمل سيلكت على اي جزء انا عايزه من المشروع وابدا اعمل عليه زوم. طيب لو انا عايز اعمل تاج على الابواب، عايز اعمل تاج، امر اسمه تي جي، تي جي. تمام. تي جي، او لو انت عايز تجيبه من هنا من انوتيت هتلاقي عندك امر اسمه تاج باي كاتيجوري، وتبدا بقى تحط ايه على الباب، على الشباك، على اي عنصر انت عايزه. تي جي تاج، تاج تاج ده عامل زي التكست بس مسته لو انا غيرت في عناصر في العنصر نفسه هو الغير. يعني انا عندي ده مثلا متر في متر، خليته متر في متر، هو يبدا يقلل الباب ده متر في متر. يعني تي جي، تي جي. اقول فلتر؟ لا 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 في ناس بتبقى التاج اللي معمول للوول كان كله التاج اللي معمول للوول الحاجه اللي احنا عايزينها. احنا ممكن كل تاج من دول احنا نقصصه، ممكن نخليه التاج اللي تساعد كل الخصائص اللي عايزها للتاج. تمام. يعني نشوف مع بعض ان احنا ممكن نكتب اسم الشركه اللي عامله الباب ده نفسه. تمام. طيب نعم طيب انا ممكن اخلي التاج ده يقول لي الاريا ويقول لي الفوليوم. طيب لو انا عملت سيلكت كده على التاج وجيت هنا وقلت له اوديت تايب وعلمت على الاريا وقلت له اوكي هيبدا يظهر الاريا فين كلهم. طيب ممكن اعمل سيلكت عليه وادخل اديت واقول له انا عايز الفوليوم. تمام. والغي الاريا. طيب جاب لي رساله كده بيقول لي ان الفوليوم مش محسوبه، نوت كومبيوتد، الاريا البرنامج ما حسبهاش. طيب انا عايز يقول له احسبها لي، يقول له ازاي بقى؟ بروح على الاركتكتشر وبروح على الروم اند اريا، بلاقي سهم صغير لتحت كده بدوس عليه، بدخل على حاجه اسمها اريا اند فوليوم كومبيوتيشنز، بدوس عليها بيقول لي انت عايز تحسب الاريا بس ولا عايز تحسب الاريا اند فوليوم. تمام. هو بيقول لك الاريا اند فوليوم ساعات بتاخد وقت شويه على ما احسب الفوليوم عشان بيحسب الارتفاع، فبقول له اريا اند فوليوم.
طيب لما يجي يحسب لك، يحسب لك من الول فينش ولا من الول سنتر؟ يعني احسب من الول فينش الخارجي ولا من نص الشاشه؟ تمام. طيب هقول له مثلا ايه من الول فينش، ايه دي الافضل. اوكي، فجاب لي اللي هو الايه الفوليوم بتاعه الرومز كلها. طيب ممكن اقول له روم واقول له تمام، فاقول له اعمل لي بليس روم اوتوماتيك، لو في اي روم مش موجوده يبدا يحطها. تمام. طيب عايزين نخلي الغرفه يبقى فيه لون كده عليها. تمام، هنعمل واحده بشكل مش حلو وبعد كده نعمل حاجه اللي شكلها حلو. ماشي. طيب اول حاجه اللي هي شكلها ايه، بسيط خالص، ان انا هدخل في 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 وهنزل عند الروم. نزلت عند الروم اهي، الروم متعلم عليها صح، الروم متعلم عليها صح. هدوس على علامه الزائد واختار انتريور فيل يعني اللون، والريفرنس اللي هو الخطين بتوعي يعني في في، وادخل على الروم واختار الاثنين دول، الانتريور فيل والريفرنس. جنب الروم هتلاقي علامه زائد، جنب الروم هتلاقي علامه زائد، هتعلم عليهم وتقول له اوكي. تمام، فبدا يديلي كلهم نفس اللون. تمام، فانا بس عرفت ايه الحاجه اللي اتعملت روم والحاجه اللي ما اتعملتش روم، لان ساعات يعني في بعض الاوقات مثلا ايه بيبقى محتاجين ان احنا نحسب كل الفراغات الصغيره حتى السلالم والاوبننج والحاجات دي كلها. تمام. طيب مش هي دي اللي انا عايزها. تمام، انا هدوس كنترول زد وارجع فيها. انا عايز اعمل حاجه ثانيه شكلها حلو قوي وجميل، هي عباره عن ايه بقى؟ هاجي في اناليسيس، اروح لقائمه اناليسيس كولر فير ليجند، اناليسيس كولر فير ليجند. ماشي، هنقول الامر دوت ونبدا نطبقه مع بعض. طب هحط هنا واقول له انا عايز الروم، مش السبيس ولا اي حاجه خالص، الروم، واقول له بالنيم. يعني بقول له ايه، بقول له لون لي حسب الاسامي بتاعت الغرف، فهيبدا يديني ده مثلا ده الريسبشن وده الروم. طيب لو انا عندي غرفه ثانيه باسم اخر، هو اوتوماتيك هيبدا يلون الالوان ديت. ماشي، اه عملت كده وقلت له روم، وقلت له بليس روم اوتوماتيك كلوز، قدام كلهم نفس اللون لانهم نفس الاسم. طيب خلي دي 02 وخلي دي 05 بالشكل ده، فبدا يديني قايمه بكل الغرف اللي موجوده في المشروع بالالوان بتاعتها. تاني هنعملها تاني مع بعض وبعد كده نستطبق. طيب هقول له انا عايز الون، فهروح للاناليسيس، انا بشوف اذا كان ليه اختصار هنا ولا لا. طيب اناليسيس، واروح لكالر في الليجنت وابدا احط هنا، واقول له انا عايز الروم وعايز النيم، واقول له اوكي. تمام، لو انا غيرت الاسم هيبدا بقى ايه يديها الوان مختلفه. ممكن مثلا يعني لو سميت ريسبشن هيديهم الاثنين نفس اللون، لو انا رسمت اي غرف ثانيه اي شكل مغلق وابدا اديله اسم مختلف. طيب الناس تجرب عشان نبدا ندخل في التفاصيل بحيث ان احنا نلون ده احنا عايزينه. نعم، كلر فيل عشان تقف في السيلينج، لو انت تقف في السيلينج مش هيلون، لازم تقف في الفلور. انا مش هنلاقي هنا في حاجه اسمها color correlation.
تمام، وتختار رو ورين تمام. غير الاسامي الالوان غير معايا تمام. دي بقى ميزتها ان انت تبعت روح كده الوان تقلب عليها بالفوتوشوب للاشكال اللي الناس معايا؟ لا رياضه. الله يكرمك، الله يبارك فيك. طيب لو انا عايز الناس معايا زوم طيب لو انا عايز اغير الالوان او اتحكم فيها بشكل جميل قوي، اعمل سيلكت وادخل على الايديت سكيل، لازم اكون واخد روم. السبيس دي حاجه في التكييف بيبقى فيها حسابات الكهرباء وحسابات التكييف والحسابات كلها. طيب انا اختار الروم دلوقتي. اقدر اعمل حاجات تانية غير الروم والديبارتمنت. الديبارتمنت الاقسام، ممكن مثلا ايه الويت اريا اديها لون، والحاجات اللي خاصه بالمطابخ اديها لون، او الهازر لو في حاجه فيها خطوره او كده. طيب ممكن تيجي هنا اهو، ممكن اقول له الغرفه دي انا مش عايز اشوفها، فتشيل الامر اللي هو فيزابل، او تغير اللون بتاعها وتديها لون تاني تمام. فتقدر تتحكم في كل الالوان انت عايزها. طيب هو بس بيديني النيم والديبارتمنت؟ لا، ممكن اجي هنا واقول له انا عايز واحده جديده واسميها اي اسم، ماشي. هاجي هنا عليها واقدر اشوف ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها. ممكن اقسمها بالاريا، ممكن اقسمها بالبيس فينش، بالسيلينج فينش، بالديبارتمنت، بالفلور فينش. يعني ممكن اقول له شوف الفلور فينش ايه واديها اللون بتاعتها. ممكن بالنمبر، الاكيوبانسي، بكل الحاجات ديت تقدر تديها الوان. احنا لما مختارين دلوقتي الاريا مختارين النيم، او ممكن تخليها بالنمبر، يعني حسب ما انت عايز تقدر تدي له الوان حسب ما انت عايز. ده بخصوص
الموضوع الايديت كولر سكيم. في حاجه تحت كده اسمها اوبشن اللي هي انكلود اليمنت فروم لينك. لو انا الغرفه دي في الملف بتاعي انا عامل لي ده في الملف بتاعي الكريبت الكتاب بيبقى في ملف تاني وانا بسحبه عنه، ممكن يكون ملف انشائي او ملف كهروميكانيكال او ملف حاجه حد يعملها على جنب، فببدا اسحبها عنه. طيب فدلوقتي هقول له اوكي، فهيبدا يلون، ولاحظوا ان انا شلت العلامه من على 555 الغرفه دي، فخلاص الغرفه دي ما بقاش تاخد لون. طيب انا دلوقتي عايزين نشوف الفلور وناخد حته زياده في الفلور، ماشي، وهنعمل الفلور والسيلينج والروف دلوقتي. طيب الفلور هقول له فلور اركتكتشر، تمام، وزي ما اتعلمنا امبارح ممكن نقول له ايه باي وول ونبدا نقسم. طيب خلينا نشوف كده. طيب انا بعد ما عملت دول لقيت ان هو مش موافق على اللي انا عملته. ليه؟ يعني لو قلت له اقفل هيقول لي لا الفلور دي مش هينفع تعمل. ليه؟ صح، الله ينور مهندس زين. طيب اقفلها ازاي؟ هاجي هنا على التريم واقول له اقفل لي ديت، تمام، وتقدر تسحبها مثلا تقول له لا ده انا عايز الفلور دي تبقى من اول الحته ديت، او هتلاقي زرار كده صغير تقدر ايه تخليها يمين او شمال زي ما انت عايز. طيب انا قلت له اوكي. طيب لو احنا كده بصينا على الفلور، الفلور اهو. طب اقدر الفلور بتاعي فيه ميل شويه، تمام. طيب ممكن اقول له ان انا عايز اعدل في الفلور دوت، فاقول له موديفاي سب اليمنت ان انا عايز اعدل، واعمل سيلكت على بعض النقط ده لو انا عايز يبقى في ميل في الفلور، الفلور يطلع او ينزل، ماشي، واقول له مثلا اطلع لي 100 ملي يعني 1 سم، تمام. ايه اللي حصل كده؟ اقول له انتر، تمام، هتلاقي الفلور نفسها بدات تطلع سنه. دي انا بلعب في الفلور، الارضيه في الفلور بتاعتي بيبقى فيها ميول، ماشي؟ تاني فيها مشكله؟ هي الفكره كلها ان انا عايز الارضيه بتاعتي تكون فيها ميول، زي اي ارضيه ساعات الروف نفسه بيخلي فيه فلور او في لامب او في اي حاجه، فانا بعمل ميول دلوقتي. طيب هنعملها تاني قبل ما الناس تطبق. او هرسم فلور، خلينا نرسم مثلا فلور مثلا اهوت، تمام، واخترت مثلا ان انا هعمل الحوائط ديت، فاجي هنا على اول حته وادوس تاب، يعني هعملهم لي كلهم مره واحده. لو انا عايز اعمل سيلكت على كله ممكن ادوس تاب وانا بختار، فبيبدا يشوف الخط كله واختار. طيب قلت له اوكي. بعد كده الفلور ديت انا عملت سيلكت عليها وقلت له موديفاي سب اليمنت ايديت باوندري، هدخل اعدل فيها كان انا برسمها من اول وجديد. موديفاي سب اليمنت، موديفاي سب اليمنت هيدينا نعدل، ممكن اعمل سيلكت على النقطتين دول واقول له خليهم مثلا 100 انتر، فخلاص بيبدا يعدل الحاجات دي. طيب ممكن اجي على الاثنين دول واقول له ماينس 100 واروح داس انتر، لازم ادوس انتر عشان يتقبلها، تمام. طيب ممكن اضيف بوينت في النص، يعني اجي هنا واقول له ضيف لي النقطه دي وخلي النقطه دي بالسالب. هتفيدني في ايه النقطه دي؟ ممكن يكون دي النقطه اللي هسحب عليها الميه بتاعت الدرينج او حاجه زي كده، فباجي اعمل سيلكت على النقطه دي، النقطه دي 15 هخليها مثلا ايه ماينس 20، فتبدا تبقى دي اوطى نقطه، فلو في اي مطر او كده تبدا الحاجات دي تنزل هنا. ايوه لا هو ما حدش بتنزل بيطلع وبينزل. لو انت عايز تكبريها او تصغريها، طيب لو انا عايز اغير في الاكس او في الزد او كده هقول له ايديت باوندري، ايديت باوندري يبقى انا برسم من اول وجديد، فبغير في الاتجاه بتاعتي. طيب قلت له اوكي وخلينا نشوف في 3 دي. اهي هتلاقي البتاع يعني في نقطه هواء بينزل فيها، تمام. طيب هعمل حاجه دلوقتي وبعد كده استوب، هقول له موديفاي سب اليمنت واجي هنا وهكبر الرقم شويه، بدل ما هو 100 هخليها مثلا ايه 1000 على سبيل المثال، ماشي. طيب اللي حصل ايه لو الناس تركز معايا؟ الحيطه ما اتحركتش والفلور هي اللي اتحركت، يعني انا عايز دلوقتي الاثنين يطلعوا او الاثنين ينزلوا. دلوقتي الحيطه
واقفه عند الزيرو والارضيه ارتفعت. طيب كل اللي انا اعمله ان انا اعمل سيلكت على الحيطه الاقي اختيار اسمه اتاش توب اند بيس، يعني اربط لي دي بحاجه معينه، اربطها لي بالفلور. تمام، اقول له اتاش واقول له بيس واختار الفلور. حصل ايه؟ بقت الحيطه مرتبطه بالفلور. الوقت لو الفلور دي طلعت بيها او نزلت بيها هيطلع وينزل معايا. طيب هعملها تاني وبعد كده استبق. ماشي، اهو انا هبدا اعمل تراجع على كل الخطوات اللي احنا عملناها. عملت سيلكت على الفلور، تمام، واقول له موديفاي سب اليمنت، وابدا اعمل سيلكت على بعض النقط ديت وادي لها رقم، ادي له مثلا ماينس 500. تمام، وعايز تضيف نقطه ممكن تقول له اد بوينت، والنقطه دي تقدر تدوس عليها وتختار الرقم اللي انت هتديه لها. طيب لما اجي ابص على الحاجات دي في 3 دي، لو انا عايز اخش على 3 دي ممكن تعمل سيلكت على الحاجات اللي انت عايزها، وهتلاقي في هنا زرار في الفيو اسمه سيلكشن بوكس. طيب اهو، واجي هنا اخليها شديت عشان اشوفها، بلاقي ان في فرق، فبعمل سيلكت على الهوايت. تمام، وبعد كده بقول له اتاش بيس واختار الفلور. نفس الكلام ده هنعمله في الروف، ان انا ممكن الروف برضه اختاره واقول له اتاش توب بحيث ان هو يبقى مرتبط باللي فوق. تمام، I'm going to go to the next one.
سوريا
طيب دلوقتي عايزين نضيف السيلينج، عايزين نضيف السيلينج. افضل حاجه عشان تضيف السيلينج ان انت تكون واقف في السيلينج. طيب هقول له انا عايز اضيف سيلينج، بيديني اختيارين عشان اضيف سيلينج، يديني اختيارين. اول اختيار اوتوماتيك سيلينج، يعني هو اوتوماتيك اول ما اقف في اي غرفه هيبدا يرسم هو فيها السيلينج بتاعتها بالشكل دوت. تمام. طيب ممكن انا مش محتاج الموضوع دوت، ممكن اقول له سكتش سيلينج انا عايز انا ارسمه. ليه؟ ممكن انت تكون عايز عندك الغرفه نصها سيلينج وبعد كده بتغير ارتفاع سيلينج وبعد كده ترسم سيلينج تاني، او عايز تدوس له غرفه سيلينج ونص غرفه سيلينج، فانت عايز تتحكم فيها انت، فتقول له انا عايز انا ارسمها، فبيديك اختيار ترسم مانوال او بيك لاين او بيك وول. الثلاثه صح، يعني انت بتبدا تشوف انا اللي انت بتستخدمه كتير. يعني ممكن اقول له بيك وول، السيلينج طبعا بيبقى من جوه. تمام. بدل ما انا بعمل كل مره ممكن اول مره وادوس تاب يعلم عليهم كلهم وادوس السهمين يعمل السيلينج من جوه. هقول له موافق. طيب السيلينج ده ارتفاعه كام؟ اعمل سيلكت، هيقول لي ارتفاع السيلينج مثلا على ارتفاع 2400، فانت ممكن تقول له خليه على ارتفاع مثلا 2200 مثلا. تمام، زي ما انت عايز. طيب ممكن اعمل سيلكت على دوت، على خط من الخطوط، وابدا احركه يمين او شمال عشان اخليه ايه على الحاجه اللي انا عايزها، او استخدم امر الاين. كل دي تولز عشان اظبط شكل السيلينج. هدوس هنا وادوس على الخط، وادوس هنا وادوس على الخط، بقى انا عندي بدايه السيلينج من النقطه ديت. تقدر تقفلها برده بحيث ان محدش يلعب في السيلينج بعديك. تمام. تاني هنقولها تاني وبعد كده نستوب. انا عايز ابدا اضيف السيلينج للشكل بتاعي للمشروع بتاعي، هقول له اركتكتشر، ولازم اكون واقف في السيلينج عشان الناس هتقف في الفلور ومش هيظهر معاها، اقف في السيلينج افضل. هقول له ان انا عايز اضيف سيلينج، وابدا اقول له انا هضيف بس حاجه ثانيه سيلينج. دوست هنا، دوست هنا وقلت له سكتش، ممكن ارسم باللاين، يعني اعمل سيلكت كده بيك لاين تاب، يبدا يعملهم لي كلهم بالشكل دوت. تقدر تقفلهم من القفل زي ما شفنا، يعمل لك السيلينج. تقدر تقول له الاين وتقف هنا وتحرك، تقف هنا وتحرك. تمام. الناس تطبق وهنكمل تاني في السيلينج. تمام. طيب دلوقتي انا عندي السيلينج دوت، طيب هنعيد ازاي نعمل سيلينج. طيب الناس معايا اهو، هنعمل سيلينج بسرعه ونصفط حته ثانيه. طيب دلوقتي انا عايز اعمل سيلينج، هخش السيلينج وابدا اقول له اوتوماتيك او كرييت سكتش سيلينج وابدا ارسم سيلينج. طيب اوتوماتيك سيلينج، طيب انا عندي المقاس دوت عايز اقيسه، عايز اعرف دي كام في كام، فاقول له دي اي اللي هي دايمنشن، دايمنشن دي اي من هنا لهنا اهو، ومن هنا لهنا ده المقاس بتاعه.
طيب لو انا عايز اغير المقاس دوت، ممكن اعمل سيلكت كده وادخل هنا على السيلينج، هلاقي عندي ايديت تايب. فاكرين لما كنا بنعدي الحيطه ايديت تايب؟ هي هدخل هنا في هنا واقول له ان انا عايز اعدل. هو عندي هنا الاستراكشر، في الفينش اعملها، اعملها هنا، اعملها 24 في 24 في 48 الباترن دوت. هو الفكره كلها في باترن، فانت ممكن تختار باترن ثاني مثلا عندي 24 في 24 تمام. يبقى انا بعمل زي هاتش معين هو بيبدا يمشي عليه. انا عامل دلوقتي هاتش اسمه 24 في 24 او 24 في 48. دلوقتي اخترت 24 في 24. اوكي 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 اوكي، فراح مقسمهم لي قد بعض 24 في 24. يبقى تاني هعلم سيلكت على السيلينج وادخل ايديت تايب وادخل في الاستراكشر اللي هي الفينش اللي تحت، وادخل هنا واقول له ان انا عايز الباترن بتاعي اللي هو مثلا ال 24 في 48. اوكي 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 اوكي. طيب لو انا عايز اعمل اوبننج فيها في السيلينج، هقول له ايديت باوندري واي شكل هرسمه هيبقى اوبننج ليه بالشكل دوت. يعني الشكل المغلق ده هو السيلينج، اي اوبننج جواه او اي شكل مغلق بالشكل دوت. طيب ده على ارتفاع كام؟ ده على ارتفاع 2400 تمام. طيب انا عايز اعمل بقى الجزء دوت على ارتفاع مختلف، هعمل ايه؟ اقول له انا عايز السيلينج، وهكتبه بقى اقول له ايه سكتش سيلينج، عايز ارسم على ارتفاع مختلف واخليه 2500. بقول له اوكي، وتعالى نشوفها في 3 دي، او هدوس على سيلكشن بوكس او في او هاخد سيكشن كده اهو، واقول له جو تو فيو، فيبدا يظهر لي ده السيلينج اهو وده السيلينج اهو، وتقدر تطلع بده زي ما انت عايز او تنزل بيه زي ما انت عايز من خلال الاسهم. يبقى سريعا تاني اهوت، لو انا عندي الغرفه دي وعايز احط فيها سيلينج هقول له اوتوماتيك سيلينج، عايز اعمل فيها اوبننج هقول له ايديت باوندري وابدا ارسم فيها مثلا فتحه اهيت اوكي، وعايز السيلينج تاني على ارتفاع مختلف هقول له سيلينج وسكتش. طيب انا عايز اعمل اخد نص الدايره دي، فنفس اوامر السناب اللي موجوده في الاوتوكاد. هنا عندي السناب اسمه اس سي اللي هو سناب سنتر اس سي تمام. اقول له دوريه سناب اس سي اهو، وطبعا هغير الارتفاع ده مثلا ل 2600 عشان يبقى فيه فرق، واقول له اوكي. عمل لي اثنين سيلينج، ممكن بقى اقول له الاين، اعمل لي الاين بين ده وده والاين بين ده وده، فيبانوا الاثنين كان هم بيكملوا بعض رغم ان ده على ارتفاع وده على ارتفاع تمام. Thank you.
الروف زي الارضيه بس بيديني بعض الاختيارات اللذيذه يعني. ماشي. طيب احنا دلوقتي عملنا السيلينج وعملنا الفلور وعملنا الحيطه، ناقص نعمل الروف. الروف هلا عندي حاجه اسمها روف باي فوت برنت. احنا شغالين حد لا لا انا مسجلها وفي حضرتك مسجله برضه على طيب الناس معاك زوق. طيب دلوقتي انا هبدا ارسم السقف بتاعي، هقول له فوت روف باي فوت برنت. بيقول انت عايز ترسم الروف ده على الانجل ارتفاع، ممكن ترسمه على الدور الاول الثاني الثالث الرابع زي ما انت عايز. ماشي. ده الروف بتاعك، فانا اقول له مثلا على الدور الثاني. تمام. طيب بيقول لي انت عايز ترسمه باي باي وول ولا عايز ترسمه بالخطوط زي الفلور بالظبط. ماشي. طيب هقول له ان انا عايز ارسمه مثلا بالشكل دوت كده، هيعمل لي هو ايه الحاجه. طيب وانا برسم بيقول لي انت عايز السقف بتاعك يبقى فيه ميل ولا عايزه من غير ميول خالص. تمام. اهو هتلاقي فيه ديفاين سلوب. ديفاين سلوب ممكن تشيل العلامه ديت دلوقتي ونرسمها مره بالسلوب. اقول له ارسمها لي بغير سلوب خالص من هنا لهنا. تمام كده انا رسمت السقف بتاعي على الدور الثاني، هقول له اوكي.
ماشي نشوفها بقى في 3 دي. طيب السكشن هنا في سكشن هنا هقول له الغي السكشن دوت من السكشن بوكس اهو، ده الفلور بتاعي اللي هو رسمه. يبقى انا كده رسمت فلور ورسمت السيلينج ورسمت الروف بتاعي. طيب هلغي الروف دوت واعمله يكون 100. هاجي هنا واقول له ان انا عايز ارسم الروف، بيقول لي عايز انهي دور، ممكن تخليه الدور الرابع. خلينا نختار الدور الرابع عشان نشوف حاجه هتحصل دلوقتي. اوكي طيب انا كده هرسمه بس هيطلع معايا في الدور الرابع، فمش هيظهر معايا في الدور دوت، هيترسم في الدور الرابع. تمام اه، هقول له ارسم لي ريكتانجل واقول له ديفاين سلوب، اعمل لي سلوب. تمام هرسم بقى من النقطه دي للنقطه دي. طيب السلوب قد ايه؟ كل واحده من دول ليها سلوب. تمام تقدر تغير السلوب دوت. طب لو انا عايز اغير اليونت بتاعت السلوب هقول له يو ان، وهدخل هنا اشوف السلوب واقول له السلوب دوت خليه لي ديسيمال ديجري. اوكي. طيب لما انا اعمل سيلكت بيقول لي ان ده 73، ممكن تخلي اي رقم انت عايزه. طيب خلينا نشوفه بعد كده ايه هنعدل فيه، احنا هنمشي خطوه خطوه. هقول له اوكي. طب تعالى نشوف كده في 3 دي اهوت. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل سيلكت على الوول اللي انا عايزها، الوول اللي انا عايزها. تمام طب هشوف حاجه. هعمل سيلكت على الوول اهيت واقول له اتاش للروف دوت. عمل ايه؟ خد الحواف كلها، خد الحواف كلها وطلعها لحد الروف فوق خالص. تمام؟ الناس معايا؟ ايه؟ طيب طيب دلوقتي انا هبدا ارسم الروف بتاعي. هقول له انا عايز ارسم روف باي فوت برنت، واقول له انا عايز ارسم على الدور الرابع. اوكي طيب ممكن اقول له ارسم لي باي وول، او ممكن اقول له ان انا هرسم انا اللاين بتاعي، المهم يكون شكل مغلق. وابدا ارسم اهو من هنا لهنا، خلي بالكم انا برسم في الدور الرابع. طيب ممكن تيجي هنا وتبدا تعرف السلوب، تقول له ديفاين سلوب وتبدا تكتب الرقم اللي انت عايزه. تمام زي ما انت عايز. انا عرفت السلوب في واحده بس، الباقي ما عندوش سلوب، يعني اقدر اعرف السلوب في كله او في اثنين او في ثلاثه زي ما انا عايز، ممكن اعرف السلوب فيهم كلهم. طيب تعال نشوفها في 3 دي، هتلاقي السلوب اهو بالرقم الكبير دوت. تمام هو حاطط لي هنا ان انا اقدر اغير في السلوب، في مقبض صغير اهو ببدا اغير السلوب. طيب اقدر اعلم على الحواد كلها واقول له اتاش توب بيس، يعني هعمل اتاش مع حاجه فوق، واختار توب واختار الجزء اللي فوق، الحواد كلها تبدا تظهر. طيب لو انا عايز اغير اتاش هقول له ديتاتش، خلاص هيبقى هو مش مرتبط بيها، ديتاتش اول خلاص. عايز يعمل اتاش تاني، الاوامر دي بتسهل كتير قوي في الشغل وبتخليني اطمن ان الشغل بتاعي يطلع سليم، ان انا اربط مع الحاجات، اعمل قفل، اعمل اتاش. طيب الناس تطبق ونبدا. عبد الله هذا اللي عملته صح، خيبة يعني
لا الدكتور طيب الناس معايا نكمل. طيب انا دلوقتي عايز اعمل سقف، هقول له هنا انا عايز اعمل روف فوت برنت واقول له الليفل كام، وانا في عندي هنا اختيار اسمه اوفر هانج. يعني اوفر هانج يعني عايز ارسم حاجه بره الحته بتاعتي، يعني الحاجه اللي انا هرسمها هيرسم حته اضافيه، مثلا هيطلع مثلا نص متر متر زي ما انا عايز. يعني مثلا هبدا اختار اهوت تمام، واقول له اوفر هانج مثلا 500، اخترت حيطه تمام، ايه عمل لي الحاجه من بره. ممكن لو دوست السهم دوت يعملها لك من جوه، فده بيعمل لي ايه زي اضافه، واقول له ايه اوكي. ممكن اقول له سلوب الراو لو انا عايز اعمل سلوب، فببدا اختار السلوب بتاعي مثلا من هنا لهنا، فبيبدا يعمل لي هو سلوب تمام. الرساله دي بيقول لي ايه، انت عايز اي حيطه تحت الروف دوت بتعملها اساس، وتفضل تكبر لحد ما توصل للروف. الرساله دي معناها ان انا مش محتاج بعد ما اعمل الروف ان انا اعمل سلسله حوايط واقول له اعمل اساس توب، لا هو اوتوماتيك هيعملها لك، هيبدا يشوف الحاجه ويبدا يوصلها لك اوتوماتيك. لو قلت له يس ودخلنا في 3 دي، ممكن ندخل في 3 دي بنحب ندوس على زرار سيلكشن بوكس، يبدا يجيبها لي بالشكل دوت. اهو احنا اخترنا الميل منين، وانا بعمل ديت قلت له ايديت، اخترت سلوب الراو واخترت السلوب بتاعه هيبقى موجود في الاتجاه بتاعه، او حاجه ثانيه ممكن تختار واحده منهم وتقول له ديفاين سلوب وتبدا تكتب الرقم اللي انت عايزه. يبقى انا عندي طريقتين عشان اعمل السلوب. الطريقه اللي انا اختار الخط وابدا اكتب الرقم ده بيخليني اعمل السلوب باكثر من طريقه، ممكن اخلي السلوب باكثر من اتجاه، انما هنا بيخليها اتجاه واحد بس تمام. ده بالنسبه لي الروف تمام. اه ممكن طبعا. طيب نلغي ديت، احنا كل حاجه بنقولها مرتين وبعد كده الناس تقدر تطبق. طيب انا دلوقتي هبدا اعمل الروف، هقول له روف فوت برنت. المره الجايه هبدا ناخد الاجزاء الثانيه ديت، روف باي فوت برنت. انا دور هقول له مثلا الدور الثالث اوكي. عندي هنا ديفاين سلوب، يبقى كده هيبقى كل دول هيبقى فيهم ميول. خلينا نجرب ديفاين سلوب واقول له اختار الحيطه، بس هختار المره دي حاجه اسمها اوفر هانج، بحيث ان هو يعمل لي اوفست او بره الحيطه بشويه. هدوس تاب هيعملهم لي كلهم، وان انا عامل سلوب. السلوب ده تقدر تغير الرقم زي ما انت عايز، يعني مش لازم الشكل الكبير دوت. اه انا جيت دلوقتي ده حصل مع حد هنا دلوقتي اللي هو ظهر معاه بالشكل دوت. ايه الشكل دوت؟ انا هنا عامل سيكشن بوكس، سيكشن بوكس يعني مش شايف المبنى كله. طيب احل الموضوع ده ازاي؟ ممكن تعمل سيلكت على السيكشن، هتلاقي ظهر لك مقابض، تبدا تحرك المقابض دي لفوق، او ممكن الغي السيكشن بوكس ده خالص. ممكن اجي هنا في الخصائص بتاعت الفيو والغي السيكشن بوكس، فيبدا يظهر معايا بالشكل دوت. يبقى انا ثاني ممكن اعمل سيلكت كده واقول له انا عايز سيكشن بوكس، فبيلغي لي بقيه الشغل، لا اما احرك المقابض ديت لفوق وتحت، او اشيل العلامه من على السكشن بوكس بالشكل ده. ممكن اعمل هنا سيلكت تمام واقول له ايديت فوت برنت واغير، او هعمل دلوقتي بقى ايه سيلكت على الحوائط كلها. عملت سيلكت على كل حاجه، فاقول له فلتر واشيل السيلينج واقول له الحوائط دي اعمل لها اتاش توب على الشكل ده. الشكل ده لو طلعت بيه او نزلت بيه هيبدا يغير معايا. ممكن تيجي هنا تقول له ده خليه في ليفل 4،
فتلاقي الحوار كلها طلعت معاك، ممكن تقول له لا خليها لي عند ليفل 1. تمام. طيب هو يعتبر كده خلصنا، وهنبدا نشوف المشاكل لو حد عنده مشكله. بس انا عايز اقول لكم على حاجه، لو انا جيت على الشكل دوت وقلت له ايديت فوت برنت، يعني هعدل في الشكل ورسمت اي فتحه جواه او اي شكل مغلق، بلاش نعمل سلوب، اعتبرها فتحه اوبننج. تمام، خلينا نشوفها كده. يعني خلينا هنا مثلا اقول له ايديت وارسم اي شكل جواه، بيعتبرها فتحه هي اوبننج هي. لو انت عملت برده كده في الفلور هيعمل برده فتحه، يبقى انا ممكن اجي هنا في الفلور واقول له ايديت باونتي واروح اقول له اعمل لي اوبننج هنا، فيعمل لي فتحه مثلا، فتحه سلم، فتحه اي فتحه موجوده. طيب حتى الحيطه نفسها، لو انا جيت في الحيطه احنا خدنا امر اللي هو ايديت بروفايل، ممكن اقول له وول اوبننج، يبقى انا هفتح فتحه مثلا عشان اعدي الشكل بتاعي. بس الفتحه ديت بتبقى لازم تكون مستطيل، تمام، عكس لما بقول له ايديت بروفايل ببدا ارسم دوريات وارسم اللي انا عايزه. تمام، الناس بقى تبدا تطبق ونبدا بقى نشوف المشاكل. Mm-hmm.